تشكيلة الفريقين قبل انطلاق هذه المباراة. إذن التشكيلة بالنسبة للفريق المغربي: محمد أمين بورقادي في حراسة المرمى، ثم إبراهيم باكايوكو لاعب الإيفواري، جواد اليميق، لاسانا فاني، إبراهيم لارجو، يوسف عقادي، أسامة المزكوري، عبد النبيل حراري، إبراهيم بزغودي. وانطلاق المباراة في هذه الآونة مشاهدينا الكرام، إذن انطلاق اللقاء بين النجم الرياضي الساحلي وضيف نادي أولمبيك خريبكا. قلت إذن عبد النبي الحراري، إبراهيم بزغودي، عدنان الوردي، مامادو سيدي بي صاحب الهدف في لقاء الذهاب في أغادير، حمزة المعتمد على بنك الاحتياط، حارس مرمى نجيب كومية، نجيب المعتاني، محمد العسكري، محمد فوزي، عبد الغني، عثمان بني، ورشيد تيبير كينان. هذا هو بنك احتياط الفريق المغربي. ونمر إلى النجم الرياضي الساحلي أيمن المثلوثي، وعودة الحارس الأول للنجم الرياضي الساحلي لحراسة الشباك، ثم علي البريكي، غازي عبد الرزاق، زياد بوغطاس، عمار جمل، فرانك كوم، محمد أمين بن عمر، حمزة الأحمر، مروان تاج، محمد العويشي، ودياغو دا سيلفا. وخمسة تغييرات كاملة على مستوى التشكيلة الأساسية بالنسبة للمدرب فوزي البنزرتي. ظن أيمن المثلوثي مكان زياد الشبيلي في حراسة المرمى، ثم زياد بوغطاس يبدا المباراة مكان رامي البدوي، ثم كذلك مروان تاج منذ البداية مكان الخليل بانغورا، محمد العويشي مكان درايمي ميكايلو، وداغو دا سيلفا مكان احمد العكيشي. هذه الخمس التغييرات اللي انطلق بها المدرب فوزي البنزرتي بالنسبة لهذه المباراة المخالفة لصالح الفريق المغربي. والكرة تعود من مروان تاج، ترجع الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي، وافتكاك الكرة في وسط الميدان. نذكر بالإطار التحكيمي من مصر لهذه المباراة، محمد الحنفي يساعد كل من أيمن دكيش مساعد أول، وضياء السكران مساعد ثاني، ومحمود باسيوني الحكم الرابع، كلهم من مصر. ومراقب المباراة الموريتاني مسا ديارا. إذن التماس لصالح أولمبيك خريبكا، والدفاع النجم الرياضي الساحلي يرجع الكرة. نعطيكم بنك احتياط النجم زياد الجبالي كحارس مرمى احتياطي، ثم ستام بن عزيزة، درامي ميكايلو، الخليل بانغورا، أيمن الترابلسي، نضال سعيد، وأحمد العكيشي. هذا هو البنك احتياط فريق النجم الرياضي الساحلي. إذن مباراة مهمة لفريق جوارة الساحل المتعادل إيجابا 1-1، ونتيجة إيجابية، لكن النجم الذي الساحلي بالتأكيد أمام جماهيره بإمكانه تخطي عقبة هذا المنافس ومواصلة التقدم في أرفع مسابقات الأندية في إفريقيا شامبيونز ليج، لكن لابد من أخذ كل الاحتياطات في مثل هذه المنافسات وعدم الاكتفاء بنتيجة لقاء الذهاب والتقدم للهجوم لتسجيل الأهداف والاطمئنان على مسير ورقة التأهل. عمر جمل يلعب الكرة مع زياد بوغطاس، علي البريقي، يرجع لزياد بوغطاس، والكرة مباشرة إلى الحارس أيمن المثلوثي. زياد بوغطاس إلى أيمن المثلوثي، ترجع الكرة في وسط الميدان لصالح النجم الذي الساحلي. كرة عند النجم الذي الساحلي، ولا تخلط لي فرانكو، النجم الساحلي يرجع الكرة في وسط الميدان ثم إلى الوراء. عمر جمل لغازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق، والكرة تعود مرة أخرى لعمر جمل. شوفوا الخطة اللي يلعب بها الفريق المغربي، الضغط على حامل الكرة، يعني ستة لاعبين في مناطق النجم الرياضي الساحلي حاولوا يضغطوا، وبالفعل يفتكوا الكرة في وسط الميدان على الهجوم لنادي أولمبيك خريبكا. كرة ثم راية لوجود تسلل ضد مامادو سيدي بي المهاجم المالي، قلت اللي سجل
في لقاء الذهاب هاي الكرة، والراية كانت واضحة من مساعد الحكم في السكران محمد أمين بن عمر. ثم الكرة عند حمزة الأحمر، المخالفة لصالح النجم الساحلي. المخالفة للنجم الساحلي، حمزة الأحمر يلعب الكرة بسرعة ترجع له. حمزة الأحمر، مروان تاج، غازي عبد الرزاق لحمزة الأحمر، والمخالفة للنجم الساحلي. المخالفة الثانية أقرب هذه المرة لصالح النجم الساحلي. شوفوا الإعادة والمخالفة واضحة من مدافع نادي أولمبيك خريبكا اللاعب جواد اليميق، المدافع المحوري لأولمبيك خريبكا. إذن المخالفة خطيرة جانبية لصالح النجم الرياضي الساحلي، تأتي في التوقيت دقيقة السادسة منذ انطلاق هذه المباراة. قلت مباراة مهمة على صعيد المغامرة الإفريقية لفريق النجم الرياضي الساحلي، والحمزة الأحمر نفس اللاعب الاختصاصي الأول في تنفيذ الكرات الثابتة يلعب المخالفة ترجع في مرة أولى ثم الركنية. تبقى الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي. المدرب فوزي البنزرتي أكد أن المباراة لن تكون سهلة، والمواجهات بين الأندية التونسية والجزائرية والمغربية تكون دائما حماسية، يعني ثم الديربي في اللعبة مغاربي. الركنية حمزة الأحمر ويأخذ كرة فرانكوم وترجع من الدفاع، تعود الكرة إلى تماس. قلت إذن البنزرتي يقول صحيح أنه فريق نادي أولمبيك خريبكا يمر بظروف صعبة في هذه الفترة، لكن هذا لا يعني أنه فريق ضعيف ولا ما عندوش إمكانيات، بالعكس يضم في صفوفه لاعبين جيدين، وهو فقط يعاني من تراجع النتائج، وهذا يحدث في كل الأندية. لذلك يقول الفريق النجم الذي الساحلي استعد بشكل جيد لهذه المباراة، هذا ما صرح به المدرب فوزي البنزرتي، مدرب بطبيعة النجم الذي الساحلي صاحب التجربة الطويلة في المنافسات القارية وكذلك على الصعيد الوطني. 66 سنة فوزي البنزرتي، بطل تونس في عديد المناسبات، 87 2007 مع النجم الساحلي، 1990 مع النادي الافريقي، 94 و 2003 مع الترجي، وكأس تونس 94 مع الترجي كذلك، ثم بطل افريقيا في النسخة القديمة عام 94 مع الترجي، كأس افريقيا الأندية البطلة، والكأس الافريقية الممتازة في نفس السنة مع نفس الفريق. ومسيرة كبيرة لمدرب يحتل المركز الأول في تونس. الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي، غازي عبد الرزاق يوزع والكرة تتعادى. الكرة تبقى للنجم الرياضي الساحلي علي البريق. ما زالت العملية متواصلة للنجم محمد عويش، ثم مروان تاج وعلي البريق. علي البريق يعطي كرة لحمزة الأحمر، ثم بوغطاس، زياد بوغطاس يحاول ياخذ المهمة نتاع حمدي النجاز في التوزيع من الجهة اليمين. نعرف كذلك إمكانيات هذا المدافع أمامكم على الصورة، يعود بسرعة المدافع المحوري للنجم الرياضي الساحلي زياد بوغطاس، 26 سنة، متر و93، إمكانيات بدنية كبيرة، أتى من بني حسان وكأس تونس ثلاثة مرات مع النجم الرياضي الساحلي. كرة ترزع في مناطق النجم، ما ياخذهاش مامادو سيدي بي، والكرة ترجع لغازي عبد الرزاق، ثم مروان تاج. محاولة افتكاك الكرة دائما في مناطق النجم الساحلي بالنسبة للفريق المغربي، يحاول يلعب يعني بطريقة الضغط. شوفوا وقت الكرة عند النجم وثم
ما لا يقل عن 4-5 ملاعبيه يضغطوا. يعني ثلاثي الهجوم موجود دائما ابراهيم البزغودي قائد الفريق، ابرز لاعب ريجيسور في الفريق، وكذلك على مستوى الهجوم عدنان الوردي ومامادو سيدي بي المالي، ثلاثة لاعبين ياخذوا مهمة الدفاع منذ البداية. كرة عند النجم رضي السحلي، عمار شمل، أدركنا الدقيقة 10، التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين، وعمار شمل يلعب كرة طويلة ترجع من الدفاع المغربي، ياخذها مباشرة مامادو سيدي بي، يلعب مع إبراهيم بزغودي، ثم إلى الجهة اليمين يوسف عقادي، والكرة لصالح الأولمبيك خريبكا المغربي. قلت فريق يعني يبحث حتى في حديثنا في الكواليس يبحث عن الأداء الجيد للرفع من معنويات الفريق اللي يشكو من أزمة كبيرة قد تقوده إلى الهبوط إلى الدرجة الثانية. إذن يبحث عن الأداء الجيد قبل النتيجة اليوم في محاولة لرفع المعنويات والعودة إلى المغرب بعامل نفساني إيجابي لخوض يعني والانطلاق في مرحلة إنقاذ الفريق. والكرة إلى التماس من غازي عبد الرزاق، تضرب في اللاعب المغربي يوسف عقادي وتخرج إلى التماس لصالح النجم رضي الساحلي. ننتظر تنفيذ التماس، والكرة تعود من إبراهيم باكايوكو لاعب إيفواري كذلك مدافع محوري بالنسبة للنادي أولمبيك خريبكا، والكرة ترجع مرة أخرى لصالح النجم رضي الساحلي. محمد أمين بن عمر فرانك كوم، والثلاثة لاعبين موجودين اليوم في اختيارات فوزي البنزرتي على مستوى وسط الميدان، فرانك كوم، محمد أمين بن عمر، وكذلك حمزة الأحمر يلعب بطريقة اللوزونج المتجه إلى الأمام بالنسبة لفوزي البنزرتي. والكرة في مناطق الفريق المغربي تعود من إبراهيم باكايوكو، ومحاولة عكس الهجوم فريق نادي أولمبيك خريبكا، وتتعدى الكرة ما فماش تسلل هذه المرة، توزيع من البزغودي والحارس أيمن المثلوثي. قلت حذري في مثل هذه المباريات خاصة وأن الضغط اليوم مسلط أكثر على النجم رضي الساحلي بحضور جماهير غفيرة في هذه المباراة. وتتعدى الكرة، أوه دفاع، يتدخل الدفاع عن طريق اللاعب إبراهيم لارغو، توزيع الكرة تمشي مباشرة للحارس. عملية كانت للنجم رضي الساحلي، شوفوا الإعادة، والتدخل لارغو، كرة في مناطق النجم رضي الساحلي، يحاول ياخذها اللاعب عدنان وردي، تبقى للنادي اولمبيك خريبكا. على الجهه اليسار الظهير الايسر ابراهيم لارغو يلعب مع مامادو سيدي بي، ثم تتعدى الكره عبد النبيل الحراري، وتوزيعه سهله عند الحارس ايمن المثلوثي لمروان تيج. مروان تيج يلعب مع فرانك كوم في وسط الميدان، قلت فرانكو، محمد أمين بن عمر، وكذلك حمزة الأحمر ياخو موقع متقدم في التشكيلة اليوم. وتوزيعة ترجع، التوزيعة تعود من لسنافاني، التماس للنجم رضي الساحلي. أدركنا ربع ساعة منذ انطلاق هذه المباراة، التوزيعة تعود من دفاع الفريق أولمبيك خريبكا. محمد أمين بن عمر يتقدم بالكرة، يلعب مع حمزة الأحمر، ثم التوزيع غازي عبد الرزاق بعيدة، توزيعة تمشي مباشرة للارجو، خليها تخرج إلى التماس
لنادي أولمبيك خريبكة المغربي. تتلعب الكرة دخلت لدفاع النجم الذي الساحلي. تمشي الكرة مباشرة غازي عبد الرزاق. عمار جمل ثم زياد بوغطاس يلعب مع ليلى بريغي ياخذ مكانه اليوم في الرواق الأيمن على ليلى بريغي في غياب حمدي نجاز. وعند الصعود في الهجوم في التغطية لعب زياد بوغطاس يغطي أكثر على الجهة اليمنى. كرة عند النجم الرياضي الساحلي طويلة حمزة الأحمر. حمزة الأحمر يربح مخالفة متوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي. حمزة الأحمر أمامكم على الصورة لعب يعني ذر بشكل ملفت للانتباه هذا الموسم. 26 سنة حمزة الأحمر اختصاصي الكرات الثابتة وواحد من هدافي الفريق أحسن هداف إلى حد الآن في النجم الرياضي الساحلي برصيد 7 أهداف فيها برشا مخالفات مباشرة. والمخالفة الآن لصالح النجم الرياضي الساحلي عن طريق مروان تاج يلعب الكرة ترجع من الدفاع ثم تعود محمد أمين بن عمر مباشرة للحارس. محمد أمين بورغادي في القائمة الموسعة للمنتخب المغربي ولعب أساسي في الشان في رواندا مع المنتخب المغربي. كان موجود وقتها محمد أمين بورغادي جواد كذلك اليميق المدافع المحوري وعدنان أو رشيد تيبركنان كانوا 3 موجودين في منتخب الشان بالنسبة للمنتخب المغربي. والهجوم لصالح النجم الرياضي الساحلي والكرة تبقى لصالح النجم. هجوم قادوا مروان تاج يربح مخالفة يمشي للعب حمزة الأحمر هو دائما متكفل بالكرات الثابتة. 26 سنة حمزة الأحمر ولعب في عديد الأندية مخالفة مباشرة في دين الحارس عديد التجارب. هو ابن النجم الساحلي لكنه لعب في جرجيس في موسم 2010-2011 وفي أمل حمام سوسة 2011-2012 ثم رجع للنجم في جويلية 2012 وتحصل على كأس تونس 3 مرات مع النجم الرياضي الساحلي. لعب أصبحت عنده خبرة كبيرة في وسط ميدان النجم الرياضي الساحلي. كرة لنادي أولمبيك خريبكة ويأخذها محمد العويشي ثم زياد بوغطاس عمار شمل لغازي عبد الرزاق. غازي عبد الرزاق مروان تاج يرجع لفرانك كوم مازلنا ما يعني ما شاهدناش فرص كبيرة تذكر في هذه المباراة إلى حد الآن. كرة عند علي البريغي شوفوا الطريقة الانتشار اللي يلعب بها الفريق المغربي ما خلتش برشا مساحات للنجم الرياضي الساحلي. كرة في الجهة اليسار عند اللاعب الأرجو وتمشي سهل الأيمن المثلوثي. قلت النجم إلى حد الآن يعرف بطبيعة المدرب كريم الزواغي مساعد أحمد العجلاني اللي استقال في المدة الأخيرة من تدريب النادي أولمبيك خريبكة مساعده كذلك التونسي كريم الزواغي وهو ابن النجم الرياضي الساحلي. أكيد درس كما يلزم طريقة لعب النجم وحاول إلى حد الآن يعني بأخف الأضرار في هذه المباراة. 20 دقيقة تعادل السلبي 0-0 والكرة تتعدى خطيرة جدا العملية ويخرج الحارس ممتاز خبرة كبيرة أيمن المثلوثي بخبرة الكبار يتدخل في كرة كانت خطيرة ياسر
لفريق نادي أولمبيك خريبكة المغربي. قلت العملية تنشاهدوا الإعادة من بعد هفوة من عمار جبل وأبرز لاعب في فريق المغربي إبراهيم بزغودي. شوفوا العملية والكرة ياخذها الحارس قلت بخبرة الكبار أيمن المثلوثي يتفادى هدف في العشرين دقيقة الأولى بعد هفوة دفاعية. هك علاش في تقديمي للمباراة قلت لابد من أخذ كل الاحتياطات، يعني في مثل هذه المنافسات اللي لا تخضع إلى القاعدة، إذا فريق ماهوش في أحسن حالاته في بطولته ينجم يلعب من غير ضغوط في هذه المباراة. علي البريقي لابد على النجم الرياضي الساحلي أن يؤمن نتيجة الذهاب بتسجيل الأهداف هنا في أولمبي سوسة. التماس للنجم الرياضي الساحلي علي البريقي، أمامكم علي البريقي يلعب التماس الطويل داخل مناطق الجزاء، تتعدى الكرة ثم الدفاع غازي عبد الرزاق. غازي عبد الرزاق يرجع بالكرة لمحمد أمين بن عمر. محمد أمين بن عمر يلعب مع حمزة الأحمر والكرة مازالت لصالح النجم، لكن يدخل إبراهيم لارجو، تبقى للنجم الرياضي الساحلي. فرانك كوم ما تخلطش الكرة اللي دياغو أكوستا، مازلنا ما شاهدناش في هجوم النجم الرياضي الساحلي. يخرج الحارس أيمن المثلوثي 32 سنة متر و82 وتجربة كبيرة وسجل حافل بالنسبة لحارس النجم الرياضي الساحلي، بطل تونس 2006-2007 وسحب الكأس 3 مرات ورابطة الأبطال في 2007 وكذلك كأس الكاف في 2006 والكأس الممتازة في 2008 والشان مع المنتخب في 2011 والهجوم لنادي أولمبيك خريبكة ينتهي بمخالفة للنجم الرياضي الساحلي. قلت تجربة كبيرة للحارس أيمن المثلوثي أو البلبولي كما يحلو لجماهير النجم تسميته. باش يرجع الكرة للعب جماهير غفيرة هنا في أولمبي سوسة تحضر هذه المباراة. أيمن المثلوثي يرفع الكرة طويلة في وسط الميدان ياخذها فرانك كوم، محاولة تعبئة وسط الميدان من فوزي البنزرتي في هذا اللقاء. نلقاو فرانك كوم، محمد أمين بن عمر، حمزة الأحمر، مروان تاج ومحمد دعويشي. كرة عند النجم الرياضي الساحلي علي البريقي يلعب مع زياد بوغطاس ثم فرانك كوم. فرانك كوم يبدل اتجاه الكرة لكنها تخرج إلى التماس لصالح نادي أولمبيك خريبكة. إلى حد الآن مازال ما ارتقاش المستوى النجم الرياضي الساحلي إلى المستوى المعهود والمنتظر منه في هذه المباراة، تخريج كرة لكن بعيدة للحارس أيمن المثلوثي. باش يرجع الكرة للعب، الكرة كانت في اتجاه إبراهيم بزغودي، حذاري من هذا اللاعب رقم 8 قائد الفريق وأبرز لاعب في تشكيلة كريم الزويغي. تماس لنادي أولمبيك خريبكة يتنفذ والفرانك كوم في المتابعة يلعب كرة مع حمزة الأحمر لكن ما ترجعش لفرانك كوم، تعود مباشرة للدفاع زياد بوغطاس والمخالفة. ضد اللعب إبراهيم باكايوكو لصالح النجم الرياضي الساحلي
أمامكم إبراهيم باكايوكو اللاعب الإيفوري، والكرة ترجع من محمد أمين بن عمر. من جديد محمد أمين بن عمر لعمار جمل، عمار جمل يلعب على الجهة اليسار لغازي عبد الرزاق، حمزة الأحمر أو تياغو أكوستا، والكرة ترجع لمناطق النجم رضي السحلي اللي قاعد يبقى في صعوبات، يعني بالنظر كما قلت للانتشار الجيد لفريق نادي أولمبيك خريبكا على مستوى وسط الميدان. كرة ترجع لزياد بوغطاس، ثم محمد أمين بن عمر يحاول يجلب أكثر نجم الساحلي منافسه، والكرة تتعدى لغازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق، حمزة الأحمر، حمزة الأحمر، وتتفك الكرة من إبراهيم باكايوكو، حكم يأمر بمواصلة اللعب علي البريقي. محمد أمين بن عمر، ثم فرانك كوم، زياد بوغطاس، يجي علي البريقي، علي البريقي ترجع له الكرة، ثم الكرة لزياد بوغطاس، زياد بوغطاس مش يلعب الكرة الطويلة، لكن الدفاع يرجعها مباشرة إلى التماس لصالح النجم الرياضي الساحلي. أدركنا دقيقة 27، التعادل سلبي والأداء يعني كما قلت مازال ما ارتقاش إلى المستوى المنتظر من النجم الرياضي الساحلي في هذه المباراة. والكرة من محمد العويشي في اتجاه علي البريقي، نعرف قوة النجم الرياضي الساحلي على مستوى الأروقة اليمين واليسار، عنده لاعبين يحفقوا يعني التقدم في الأروقة والتوسيع. لا محالة غياب بيرز بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، حمدي النجاز اللي يقوم بعمل كبير في الجهة اليمين، كذلك إيهاب المساكني صاحب اللمسة الأخيرة، وزوز غيابات عندها تأثيرها، والكرة عند توزيعها من مروان تيج ترجع من دفاع الفريق المغربي، والهجوم المعاكس، الكرة الرأسية مباشرة من غازي عبد الرزاق للحارس، المتابعة كانت من عدنان الوردي مهاجم نادي أولمبيك خريبكا. أمامكم على الصورة هذا اللاعب اللي أقحم المدرب كأساسي، ثم زوج تغييرات بالنسبة لكريم الزويغي، عدنان الوردي خذا مكان رشيد تيبير كانين، هذا هو التغيير على مستوى التشكيلة بالمقارنة مع المباراة الفارطة في أغادير، بينما كما قلت منذ البداية خمسة تغييرات قام بها فوزي البنزرتي على التشكيلة اللي لعبت في لقاء الذهاب المخالفة للنجم الرياضي الساحلي تقريبا في نصف ساعة لعب. جماهير ما زالت تنتظر هنا الأهداف والإيقاع المرتفع للمباراة، والرأسية جانبية من دياغو أكوستا اللاعب البرازيلي. أمامكم دياغو أكوستا، شوفوا غازي عبد الرزاق يرفع الكرة، ودياغو أكوستا في موقع مناسب، رأسيته جانبية، أبرز فرصة تقريبا تمر على النجم الرياضي الساحلي، بينما تألق أيمن المثلوثي منذ تقريبا 10 دقائق بعد خطأ دفاعي أمام إبراهيم البزغودي. ترجع الكرة إذن لصالح النجم الرياضي الساحلي، دياغو أكوستا يلعب مع غازي عبد الرزاق، توزيعه تلقى إلا الدفاع، ترجع مرة أخرى من الدفاع من لسانا فاني، ثم عبد النبيل الحراري، والكرة ترجع لصالح النجم، ثم تسلل بالفعل، إذن تسلل النجم الرياضي الساحلي
محمد أمين بن عمر يلعب مع دياغو أكوستا في موقع متأخر. كرة دائما للنجم غازي عبد الرزاق، دياغو أكوستا يدخل داخل منطقة الجزاء. دياغو أكوستا يستعمل السرعة ولكن الدفاع متفطن والمحاولة عكس الهجوم، لكن الحكم يقول يأمر بمواصلة اللعب، ما فماش مخالفة على عدنان الوردي. والكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي. غازي عبد الرزاق التوسيع مرة أخرى، دياغو أكوستا لكن الدفاع قبل ثم الحارس، الدفاع ثم الحارس. محمد أمين بورقادي حارس مرمى أولمبيك خريبكا من الفرق المغربية الضاربة في القدم، تأسس سنة 1923 وكانت كل عناصره آنذاك تتكون من الفرنسيين العاملين في قطاع الفوسفات في زمن الحماية الفرنسية على التراب المغربي. والفريق بقى حتى الآن تحت وصاية مجمع الفوسفات المغربي، والاسم التاريخي للفريق المكتب الشريف للفوسفات. هذا هو فريق نادي أولمبيك خريبكا، والتماس لصالح النجم الرياضي الساحلي. لا، ثم مخالفة، ثم عملية الدفع والمخالفة للنجم. حبيت نقول حتى الملعب أو المركب اسمه ملعب الفوسفات، ملعب عريق يعود إلى العشرينات من القرن الماضي بالنسبة لفريق أولمبيك خريبكا. والملعب هو اللي يمثل المشكل الكبير بالنسبة لنادي أولمبيك خريبكا هذا الموسم، لأنه يشهد إصلاحات جذرية، والفريق تقريبا عمل 7 أشهر يعني دون ملعب. وحسب حتى المدرب التونسي أحمد العجلاني اللي كان هو المدرب الأول للفريق يقول أنه تدهور النتائج ترجع بالأساس إلى غياب الملعب. والفريق يعني حتى وقت يلعب بالمباريات متاعه اللي من المفروض تكون على أرضية ميدانه يقطع مسافات طويلة، حتى في لقاء النجم في الذهاب قطع 600 كيلومتر. الفريق في أكادير يلعب، بينما أقل مسافة في البطولة باش يلعب لقاءاته المحلية يقطع 120 كيلومتر. وهذا كان سبب من أسباب تدهور النتائج. ولكن الفريق باش يلعب أول مباراة بعد هذه الرحلة إلى تونس في ملعب الفوسفات أو مركب الفوسفات في خريبكا، يعود إلى ملعبه يعني. واللقاء باش يكون أمام اتحاد طنجة المغربي. المخالفة خطيرة للنجم الرياضي الساحلي، تشاهدوا في بعض الجماهير المغربية تعد على الأصابع موجودة هنا في ملعب سوسة تتابع هذه المباراة. والمخالفة من فئة المخالفات اللي حبها حمزة الأحمر، سجل يعني بمثل هذه المخالفات عديد الأهداف حمزة الأحمر. والجدار الدفاعي يتشكل فرصة مواتية للنجم الساحلي خطيرة على دفاع نادي أولمبيك خريبكا المغربي. حمزة الأحمر أمام الكرة، الهداف إلى حد الآن في البطولة الوطنية بالنسبة للنجم بالطبيعة هو هداف النجم الساحلي، 7 أهداف. هداف البطولة هو علي معلول 14 هدف. حمزة الأحمر ينفذ المخالفة، تصطدم بالجدار الدفاعي والتسديدة الثانية من محمد أمين بن عمر في دين الحارس. مخالفة ممتازة كانت الحقيقة، واللاعب اللي استطمت به الكرة بقى على أرضية الميدان. كرة قوية من حمزة الأحمر، ثم التسديدة الثانية من محمد أمين بن عمر. شوفوا الكرة تضرب في المدافع، هو الحقيقة المهاجم لكنه في الجدار الدفاعي عدنان الوردي. ترجع الكرة بضربة مرمى لصالح نادي أولمبيك خريبكا، أو بتماس تماس للتلعبة الكرة الحقيقة، والتماس للنجم الساحلي أكيد باش يرجع الكرة للفريق المغربي. هي الكرة تلعبت من الحارس حتى ترك المجال لزميله باش يتلقى الإسعافات، والحركة الرياضية من النجم الساحلي يرجع الكرة للفريق المغربي.
تعود الكرة إذن في مناطق النجم الرياضي الساحلي وال عند اللاعب الوردي. عدنان الوردي يوزع والدفاع يدخل. حمزة الأحمر يلعب مع محمد العويشي. حمزة الأحمر ثم يدخل الدفاع عن طريق إبراهيم لارجو. ثم الحارس محمد أمين بورقادي. كرة طويلة تمشي إلى التماس لنادي أولمبيك خريبكا. هذا الفريق قلت رغم عراقته على مستوى التأسيس ما بدأ يلعب في القسم الأول إلا في موسم 82-83 لعدة اعتبارات. بقى هذا الفريق من العشرينات إلى الثمانينات بعيد عن القسم الأول. والهجوم لصالح أولمبيك خريبكا. الكرة كانت من إبراهيم باكايوكو لكن يدخل دفاع النجم الرياضي الساحلي. التماس أو المخالفة بالفعل يلعب عليه البريغي. لابد أن يتحسن أداء النجم في ما تبقى من الشوط الأول وفي الفترة الثانية. كرة عند زياد بوغطاس ثم عمار شمل. شاهدنا الفريق المغربي صعد في أكثر من مناسبة حاول يوصل لمناطق الخلفية للنجم الرياضي الساحلي وكاد يأتي بهدف لولا خبرة الحارس أيمن المثلوثي أمام اللاعب إبراهيم بزغودي. كيف كيف مرت فرصة على النجم الساحلي من رأسية دياغو أكوستا بعد مخالفة نفذها اللاعب غازي عبد الرزاق. تقريبا هذه هي أبرز زوز فرص شاهدناها في الفترة هذه لحد الآن. ولكن النجم مطالب بتقديم أداء أفضل إلى حد الآن في هذه المباراة. علي البريغي. علي البريغي يوزع والدفاع عن طريق اللاعب لسنا فاني. والمخالفة لنادي أولمبيك خريبكا. قلت فريق صعد في موسم 1982-1983 بعد رغبة ملحة وأكيدة لتحقيق حلم الصعود إلى القسم الأول. والكرة لصالح الفريق المغربي. تمريرة مخطأ يأخذها عمار شمل. ثم غازي عبد الرزاق. غازي عبد الرزاق لعمار شمل. زياد بوغطاس. تعود الكرة مرة أخرى لمدافع النجم الرياضي الساحلي. بوغطاس لعمر جبل. ثم غازي عبد الرزاق. عمر جبل لفرانكو. مرة أخرى تغيب الحلول على وسط ميدان النجم الرياضي الساحلي. كرة في اتجاه دياغو أكوستا ويدخل المدافع لسنا فاني. والهجوم المعاكس لنادي أولمبيك خريبكا. حذاري إمكانية التهديف ومن حسن الحظ أنه اللاعب سبق الكرة أكثر من اللازم. من حسن الحظ أنه اللاعب سبق الكرة أكثر من اللازم. قلت النجم الساحلي لابد أن يقدم مردود أفضل من هذا مع فريق عنده الإمكانيات الهجومية. فريق نادي أولمبيك خريبكا اللي كاد يسجل للمرة الثانية في هذا الشوط الأول. ونفس اللاعب عدنان وردي هذه المرة سبق كورته أكثر من اللازم. عنده الكرة الآن حاول يراوغ يربح الكرة. عدنان وردي تماس لنادي أولمبيك خريبكا. شوفوا الإعادة شوفوا كيف سبق الكرة. والحارس يخرج أيمن المثلوثي كيف كيف عنده فيزيون كبيرة ورؤية. عرف يعني يخرج للكرة أيمن المثلوثي. مرة أخرى يستعمل خبرته أمام المهاجم عدنان الوردي ويتلقى هذه الكرة.
يبقى لاعب اولمبيك خريبكا ملقى على الميدان. بداية عصر الألقاب بالنسبة لهذا الفريق اللي برز اسمه بشكل لافت منذ موسم 2005-2006، تحصل على أول لقب محلي. هذه الفرصة مرة أخرى الإعادة. شوفوا خروج الحارس أيمن المثلوثي، قلت بخبرة متاع حراس كبار، والرؤية كانت عنده رؤية كبيرة. هذا جانب من الجماهير الحاضرة هنا في الملعب الأولمبي بسوسة، والكرة تتعدى لدفاع النجم الرياضي الساحلي زياد بوغطاس. يلعب محمد أمين بن عمر ثم حمزة الأحمر ومحمد العويشي. تتفك الكرة تبقى لعلي البريقي، دياغو أكوستا يعمل ترويث لكن تمريرة غالطة ترجع في وسط الميدان. ثم اللاعب باكايوكو والمخالفة للفريق المغربي. قلت اللي تحصل على أول لقب محلي 2005-2006 كأس العرش المغربي على حساب حسنية غدير بهدف محمد مرسادي. ثم في الموسم الموالي 2006-2007 الفوز لأول مرة في تاريخ الفريق بالبطولة درع الدوري المغربي. والكرة في وسط الميدان يحاول يخذها محمد أمين بن عمر. فرانكوم يلعب مع مروان تاج، واللعب غازي عبد الرزاق، والكرة تعود للنجم الرياضي الساحلي. ترجع الكرة للنجم غازي عبد الرزاق، يدخل بالكرة يوزع والدفاع يدخل، ما تتعداش الكرة لمحمد العويشي، يدخل الدفاع محاولة عكس الهجوم. ثم حمزة الأحمر أو مروان تيج يربح مخالفة للنجم الرياضي الساحلي. الجماهير تحاول تعطي الدفع المعنوي للاعبين النجم الرياضي الساحلي. الإعادة والكرة ما تعداش محمد عويشي، حمزة الأحمر في تنفيذ المخالفة للنجم الرياضي الساحلي. قلت الجماهير اللاعب رقم 12 في المباراة، يعني رغم مردود النجم في الشوط الأول قاعدة تشجع حتى تقدم الدفع المعنوي للاعبين خاصة في الشوط الثاني، لأنه ما زال 3 دقائق أو دقيقتين ونص فقط لنهاية الفترة الأولى. من هذه المباراة كرة لصالح أولمبيك خريبكا، وثم زياد بوغطاس ما زال تختيره يدخل دفاع النجم الرياضي الساحلي. محمد أمين بن عمر لمروان تيج، يلعب مع حمزة الأحمر. حمزة الأحمر يعمل مراوغة ويربح مخالفة، بالفعل مخالفة للنجم الرياضي الساحلي. تتفك الكرة بعد المخالفة، ترجع الغازي عبد الرزاق يحاول ياخذها هجوم فريق اولمبيك خريبكا. تعطي الكرة لسيدي بي، لكن الدفاع مرة أخرى. من جديد الكرة للنجم حمزة الأحمر، يعطي كرة ممتازة لمروان تيج، يرجع لحمزة الأحمر. مروان تيج يعمل التوزيع، ثم دياغو أكوستا ومحمد العويشي وكذلك فرانك كوم، والمخالفة لصالح دفاع نادي أولمبيك خريبكا. عنده 4 ألقاب في تاريخه، الدوري المغربي سنة 2007، كأس العرش 2 مرات 2006، والكأس الأخير أثناء في 2015، يعني في السنة الماضية. وأمامكم المدرب كريم الزواغي يعطي في التعليمات بتاعه. قلت هو ابن النجم الرياضي الساحلي وفي مواجهة أستاذه ومدربه فوزي البنزرتي، لأنه لعب تقريبا في كل الأصناف كريم الزواغي مع النجم الرياضي الساحلي، وصل حتى للفريق الأول وبطل تونس 1986 مع عمر الذيب، و87 مع فوزي البنزرتي. هيك علاش قلت اليوم التلميذ يواجه أستاذه على مستوى التدريب بين فوزي البنزرتي
وكريم الزواغي، والكرة في مناطق النجم الرياضي الساحلي قبل 30 ثانية من نهاية 45 دقيقة الأولى. ترجع الكرة عند اللاعب عبد النبيل حراري، ثم تمشي لابراهيم بزغودي، ياخذها دفاع النجم محمد امين بن عمر، ولكن شوفوا غياب التركيز يعني واضح حتى على مستوى التمريرات. ما عرفناش الحقيقه النجم اليوم في الشوط الاول برشا تمريرات خاطئه من اللاعبين، وشوفوا التمريره هذه، الكره هذه كيفاش تتعدى مباشره للتماس وقت اللي كان اللاعب يعني في راحه، ما كانش مضغوط عليه برشا. كرة تتلعب لفريق نادي اولمبيك خريبكا المغربي اسامه المسكوري، ترجع له الكرة اسامه المسكوري ثم للجهه اليمين، لكن تتفك الكرة من دفاع النجم حمزه الاحمر، ثم الغازي عبد الرزاق من مروان تاج يربح مخالفه لاعب النجم الرياضي الساحلي. تتلعب المخالفه وتخلط الكرة لفرانك كوم، فرانك كوم، فرانك كوم يتقدم بمجهود فردي، مخالفة أخرى، هذه المخالفة اللي حبها حمزة الأحمر، هذه هي بالضبط مخالفة حمزة الأحمر اللي الجهة يعني اللي حبذها، لأنه المخالفة السابقة كانت على يسار الحارس، هذه المرة على يمين الحارس. شوفوا شو يعمل فرانك كوم، يعني لاعب بإمكانيات فنية كبيرة ياسر على مستوى الافتكاك الكرة في وسط الميدان، وحتى على مستوى بطبيعة الاختراقات والتنشيط الهجومي، لاعب كذلك عنده الإمكانية أنه يأتي بالخطر للنجم الرياضي الساحلي على غرار هذه المخالفة. شوفوا الحارس أمامكم، هل يكون مصيره كمصير حراس البطولة الوطنية؟ يعني سجل لأبرز الحراس فاروق بن مصطفى وبن شريفية ورامي جريدي بمثل هذه الكرات، حمزة الأحمر لا، هذه المرة خلينا في التسلل ولعب كرة ثنائية، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم المصري محمد الحنفي مشاهدينا الكرام عن نهاية الشوط الأول هنا في أولمبي سوسة بنتيجة التعادل السلبي 0-0 بين النجم الساحلي وضيفه نادي أولمبيك خريبكا في إطار الدور 16 لكأس رابطة الأبطال الأفريقية. تعادل يخلي النجم دائما مترشح الى الدور القادم، لكن لابد من ان يعني يرتقي مستوى النجم في الشوط الثاني ويسجل الاهداف ويطمئن على مصير المباراه. وامامكم بطبيعه المخرج سمير العجيمي والزملاء في الحافله يعطيكم بعض الصور عن النجم الرياضي الساحلي وضيفه نادي اولمبيك خريبكا المغربي في اطار الدور 16 لكاس رابطه الابطال الافريقيه. وكما كنتم تشاهدوا امامكم احمد العكيشي يدخل الى التشكيله وانطلاق الشوط الثاني من هذه المباراه اللي تركناها بنتيجه التعادل السلبي في الشوط الاول، مع مردود دون المنتظر من النجم الرياضي الساحلي في الفتره الاولى من هذه المباراه، والفريق المغربي كاد ان يفتتح النتيجه على الاقل في زوز مناسبات لولا تصدي الحارس وخروجه مرتين ايمن المثلوثي امام زوز فرص للفريق المغربي. ان شاء الله النجم الساحلي يتدارك في الشوط الثاني ويقدم وجه افضل من اللي قدمه في الشوط الاول، وخاصه يسجل الاهداف حتى يطمئن على مسير ورقه التاهل الى الدور الثمن النهائي لكاس رابطه الابطال الافريقيه. اذا انطلاق الفتره الثانيه منذ لحظات، واحمد العكيشي تشاهدوا فيها على الصوره يقحم المدرب فوزي البنزرتي. احمد العكيشي على مستوى الهجوم الى جانب دياغو اكوستا مازال موجود، والمخالفه لصالح النجم الرياضي الساحلي، المخالفه حمزه الاحمر يرفع الكره ترجع من الدفاع قصيره من حمزه الاحمر في انتظار نثبته مكان من تخلى احمد العكيشي، الكره ترجع للنجم الساحلي والرايه لوجود تسلل ضد غازي عبد الرزاق من مساعد الحكم، خروج إذن محمد العويشي، هذا هو التغيير، محمد العويشي وياخو مكانه أحمد العكيشي منذ انطلاقة الفترة الثانية. نذكركم بسرعة باللاعبين الأساسيين في زوز فرق، محمد أمين بورقادي حارس مرمى نادي أولمبيك خريبكا
ابراهيم باكايوكو، جواد اليميق، لسنا فاني، ابراهيم لاركو، يوسف عقادي، والكره لصالح الفريق المغربي. يخرج الحارس ايمن المثلوثي، قلت اذا يوسف عقادي، اسامه المسكوري، عبد النبيل حراري، ابراهيم بسغودي، عدنان الوردي، ومامادو سيدي بي، والهجوم لصالح النجم الذي الساحلي، لكن تقطع الكره من الدفاع وترجع الى وسط الميدان. ايمن المثلوثي في حراسه مرمى النجم الساحلي، علي البريكي، غازي عبد الرزاق، زياد بوغطاس، عمر جمل، فرانك كوم، محمد امين بن عمر، حمزه الاحمر، مروان تاج، محمد العويشي خرج وخلى مكانه لاحمد العكيشي، وكذلك في الهجوم دياكو دا سيلفا اللاعب البرازيلي. هذا هما ال11 الاساسيين بالنسبه لتشكيله النجم الرياضي الساحلي. عنده الكره حمزه الاحمر، حمزه الاحمر يلعب مع علي البريكي، ثم محمد امين بن عمر، يوزع، تتعدى الكره على مروان تاج، تعود من دفاع اولمبيك خريبكا، والرايه، ثم لمس يد، ثم لمس يد لصالح النجم الرياضي الساحلي. الرايه كانت واضحه من مساعد الحكم ضياء السكران. المخالفه باش ينفذها مروان تيش، يرفع الكره مقوسه بعيده، ضربه مرمى للفريق المغربي بدون تغييرات على مستوى التشكيله. بالنسبه لكريم الزواغي نفس تشكيله الشوط الاول، اربع دقائق منذ انطلاق الفتره الثانيه. نتيجه تؤهل النجم الساحلي، لكن لابد من تدعيمها. كره عند احمد العكيشي، والتماس هذا جانب من بنك احتياط الفريق المغربي. امامكم كريم الزواغي، ابن قلت النجم الرياضي الساحلي، وكذلك المدير العام للفريق جواد بن كيران، حبيت نتحدث عليه باعتباره تعرض البارح لحادث في سوسه في النزل، يعني سقط في النزل واصيب بكسر على مستوى اليد، اجرى عمليه جراحيه على مستوى اليد، ولكنه أصر على أنه يكون موجود في الملعب رغم أنه الأطباء هنا في سوسة قالوا له لابد أنك ترتاح. لكن يقول جواد بن كيران أنه مسؤوليته ما تخليهش ينجم يبقى في النزل وفريقه يلعب في مباراة. تحية لهذا المسؤول المغربي اللي بعد عملية جراحية معقدة نوعا ما تلعب بالمخالفة النجم الرياضي الساحلي، والتخريج الكرة ممتاز، وإمكانية التهديف والهدف الأول. الهدف الأول لصالح النجم الرياضي الساحلي عن طريق أحمد العكيشي، 50 دقيقة بالضبط، 5 دقائق في الشوط الثاني. أحمد العكيشي والكوتشيكا الناجح على مستوى الهجوم فوزي البنزرتي، والهدف الأول، الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر، افتتاح النتيجة منذ الدقيقة الخامسة، يعني دقيقة 50 في المباراة. تتغير النتيجة لصالح النجم أحمد العكيشي. شوفوا الإعادة، مخالفة من غازي عبد الرزاق، وتخريج الكرة من علي البريكي ممتاز جدا، تتعدى على الدفاع والعكيشي بين زوز مدافعين. شوفوا كيفاش خذ الكرة بالراس العكيشي ويسجل الهدف الأول، يأتي من الخلف. شوفوا توزيع الكرة ممتاز من علي البريكي، كرة عرضية والعكيشي لا يترك الفرصة تمر ويسجل الهدف ويفتتح النتيجة لصالح النجم الرياضي الساحلي. هذا هو المطلوب من ممثل كرة القدم التونسية، النجم الرياضي الساحلي المطلوب هو التهديف في هذه المباراة. وأحمد العكيشي يقدم الإضافة منذ دخوله إلى التشكيلة. تخرج الكرة إلى التماس لصالح الفريق المغربي، سي دي بي يأخذ الكرة، غازي عبد الرزاق، الجماهير تتفاعل هنا مع هدف العكيشي اللي أدخل الطمأنينة على قلوب الجميع في سوسة ولدى أحباء النجم الرياضي الساحلي. الكرة من الجهة اليسرى
دخلت للبزغودي. يلعب الكرة من جديد مع عبد النبيل حراري وتدخل عليه البريكي. خرج الكرة إلى التماس لنادي أولمبيك خريبكا. شوفوا فرحة الجماهير هنا في سوسة بعد الهدف الأول. والمهاجم أحمد العكيشي وفي لعادته على مستوى التهديف والتوزيع. ثمرايا من مساعد الحكم، لكن الحكم يطلب اللعب. ترجع الكرة من الحارس أيمن المثلوثي. حمزة الأحمر يلعب مع فرانكوم. محمد أمين بن عمر صعوبات كبيرة لقاها النجم الساحلي في الشوط الأول بسبب الخطأ. أربع مدافعين أمامهم لاعب ارتكاز، ثم زوز خطوط كل خط فيه ثلاثة لاعبين يبدأوا هما بافتكاك الكرة، يعني خط الهجوم قبل ثم خط في وسط الميدان ثم الأربع مدافعين. قلصوا برشا من فاعلية وسط ميدان النجم الرياضي الساحلي في الشوط الأول. بالنسبة للتركيبة اللي نزل بها كريم الزواغي في الشوط الأول مع غياب السرعة الحقيقة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي اللي عودنا، يعني خاصة على مستوى الأروقة من الجهة اليمين علي البريقي، ومن الجهة اليسار غازي عبد الرزاق ومروان تاج كانت غايبة في الشوط الأول. ثم التغيير الآن أو زوز تغييرات دفعة واحدة، 7 و19 باش ياخذوا مكانهم. واللعب متوقف باعتبار أنه ثم لاعب ملقى على أرضية الميدان. شوفوا إعادة للهدف. شوفوا يعني التمريرة العرضية متاع علي البريقي ممتازة جدا، تقريبا على خط النهائي للميدان. يرفع الكرة ويأتي بسرعة أحمد العكيشي رغم اللي معاه زوز مدافعين، تمكن باش يقتنص الكرة بالراس أمام المرمى دون أن يفوت الفرصة عليه وعلى النجم الساحلي باش يفتتح النتيجة. هدف مقابل صفر، قلت 7 و19. ياخذوا التعليمات من المدرب كريم الزواغي. إذا رشيد تيبير كانين رقم 7 وعثمان بني رقم 19. نذكروا أنه تيبير كانين لاعب متكون، هذا اللاعب رقم 7 في أجاكس أمستردام الهولندي وعمل تجربة في باير ليفركوزن الألماني. رشيد تيبير كانين ولعب كذلك مونديال هولندا 2005 لأقل من 20 سنة وقت ترشح المنتخب المغربي للدور النصف النهائي، وترتيبه كان الرابع عالميا منتخب أقل من 20 سنة بالنسبة للمنتخب المغربي. في 2005 انهزم أمام البرازيل في المباراة الترتيبية 2-1. يخرج اللاعب يتلقى الإسعافات. عبد النبيل حراري هو اللي يخرج على حافة الميدان من الجهة المقابلة ويدخل مكانه رقم 7. إذن ماهوش باش يرجع عبد النبيل حراري، يخرج. والتغيير الثاني ننتظر عثمان بني لاعب رقم 19 ياخذ مكان اللاعب رقم 28 عدنان الوردي. هذه زوز تغييرات دفعة واحدة بالطبيعة بعد الهدف، يلعب الكل في الكل المدرب كريم الزواغي. نتيجة لصالح النجم الرياضي الساحلي ذهابا وإيابا، نقول ذهابا لأنه تعادل في طعم الفوز بالنسبة للنجم 1-1. ثم هدف مقابل صفر الآن في أولمبي سوسة، والكرة تعود لنادي أولمبيك خريبكا. كذلك الحارس محمد أمين بورقادي كان شارك في هذا المونديال اللي حكيت عليه من 2005، مونديال أقل من 20 سنة، كان هو الحارس. ثم حارس شان رواندا. كرة في وسط الميدان تتفك للفريق المغربي، تتعدى الكرة للظهير الأيمن يوسف عقادي. ثم طويلة مباشرة لدفاع النجم غازي عبد الرزاق عمار جمل، والكرة في وسط الميدان يعود ياخذها الفريق المغربي.
عن طريق متوسط الميدان ابراهيم باكايوكو. تتعدى الكره البزغودي يحاول ويرتكب المخالفه على غازي عبد الرزاق. امامكم الرايه المساعد الاول ايمن دكيش، وبطبيعه الحكم المصري محمد الحنفي هو اللي يدير المباراه الدولي منذ 2013. الحكم محمد الحنفي 38 سنه، اخر مباراه ادارها لفريق تونسي النادي الافريقي الاهلي الليبي في كاس شمال افريقيا في نوفمبر 2015. ترجع الكره لصالح النجم الساحلي احمد العكيشي. احمد العكيشي يربح المخالفه. شوفوا يعني القيمه الفنيه لهذا اللاعب احمد العكيشي في هجوم النجم الساحلي. لاعب سريع عنده يعني المهارات الفنيه، وكذلك حاسه التهديف موجوده عند هذا اللاعب اللي رغم بدايته المتاخره سجل الى حد الان 5 اهداف بدايه يعني في وسط الموسم مع النجم الساحلي. عنده 5 اهداف صحبه دياغو اكوستا البرازيلي على مستوى البطوله المحليه. وامامكم الحارس محمد امين بورقادي، والمخالفه امام الكره امام حمزه الاحمر. حمزه الاحمر يرفع الكره وخطيره، وكادت تاتي بالهدف الثاني والحارس يتصدى. خطيره جدا حمزه الاحمر، ذكيه لعب الكره المباشره وحب يغالط الحارس البورقادي لكنه تفطلها. ترجع الكره من جديد، ثم دياغو اكوستا والحارس ياخذ كورته. تو نشاهدوا الاعاده بعد قليل، المخالفه اللي نفذها حمزه الاحمر. تعود الكره مباشره الى التماس. شوفوا الاعاده حمزه الاحمر، شوفوا كره بقوسه تتعدى والحارس يعني بكل صعوبه، ومن حسن حظه انه الدفاع كان موجود، بكل صعوبه يتصدى البورقادي بعد كره ذكيه ومقوسه من حمزه الاحمر. العكيشي يحب يوزع، يتدخل الدفاع الى الركنيه. هذا هو المهاجم يعني بلغه الكره رزين على الدفاع. هذا كان ينقص النجم الساحلي لانه في الشوط الاول شاهدنا حتى دياغو اكوستا يرجع الى وسط الميدان باش ياخذ الكره بعد الصعوبات اللي واجهها النجم في الشوط الاول اللي ما تمكنش يعني باش يتجاوز الوسط الميدان والدفاع نتاع الفريق المغربي. جاء الان احمد العكيشي في الشوط الثاني و الركنيه ينفذها الاحمر. ترجع الكره من الدفاع مره اخرى لصالح الفريق المغربي، يبعد الكره ياخذها مروان تيج، والمخالفه للنجم الذي ساحلي. مخالفة للنجم الساحلي تنفذ بسرعة. علي البريقي يتعدى، علي البريقي ياخذ الكرة من مروان تيج يرجع له. مروان تيج التوزيع داخل مناطق الجزاء، يتصدى الدفاع في مرة أولى. عمار جبل يحاول يوزع والكرة ترجع له مرة أخرى عند عمار جبل، ولا يبحث عن المخالفة. الحكم يرفع انذار يقول انه تمويه من عمار جبل، والمخالفه تعود للفريق المغربي. نقاش بين عمار جبل وحكم المباراه المصري محمد الحنفي. شوف هاي هذه الاعاده، شوف هذه الاعاده العمليه، والحكم المصري ينظر عمار جبل لاعب النجم الذي الساحلي. مرة أخرى وتشاهدوا الكرة، حب يدخل عمار جمل يطالب بالمخالفة. لكن الحكم يعطي المخالفة في الجهة المقابلة للفريق المغربي. تتلعب الكرة في وسط الميدان من أسامة المسكوري، ويصفر هذه المرة مخالفة وأنذر. مخالفة والإنذار
للاعب يوسف عوغادي. يبقى لاعب النجم ملقى على أرضية الميدان. هذه أمامكم الإعادة للمخالفة الأخيرة ضد العوغادي. ينظر الحكم ويبقى لاعب النجم ملقى على أرضية الميدان، نجم الساحلي في صورة الترشح، وإن شاء الله ثم الترشح للنجم هذا المساء، باش يلعب أمام إنيمبا النيجيري في الدورة القادم يعني للثمن النهائي. إنيمبا اللي ترشح على فيتالو الرواندي بعد ما فاز في الذهاب 5-1 في نيجيريا وانهزم في الإياب 2-1 فريق إنيمبا، لكنه ترشح بالنتيجة العريضة اللي حققها في نيجيريا وإعادة للهدف الوحيد لحد الآن عن طريق أحمد العكيشي. نذكر أنه النجم لعب نهائي رابطة الأبطال في النسخة القديمة كأس الكؤوس الإفريقية سنة 2004 مع فريق إنيمبا، وتعرض لمظلمة كبيرة تحكيمية من كوفي كوجا البنيني. ثم راية من مساعد الحكم، هذا الحكم كوفي كوجا اللي عنده تاريخ أسود مع كرة القدم التونسية، مش كان مع النجم الساحلي، حتى مع النادي الرياضي الصفاقسي في نهائي 2006 أمام الأهلي المصري. إعادة أمامكم للتسلل، وقتها كذلك ظلم النجم الرياضي الساحلي في لقاء الدور النهائي لهذه المسابقة في نسختها القديمة سنة 2004. ترجع الكرة بتماس لصالح نادي أولمبيك خريبكا المغربي، هذه المدينة اللي تقع وسط المغرب جهة تدلا، مدينة خريبكا. غازي عبد الرزاق يرجع الكرة، وهي جهة تدلا هذه جهة منطقة فصفات في المغرب، هيك علاش الفريق قلت تحت وصاية المجمع المغربي للفوسفات منذ نشأته عند الاستعمار الفرنسي. التغيير الثالث بالنسبة لكريم الزويغي، يدخل اللاعب رقم 24 نجيب المعتلي، ويخرج اللاعب رقم 10 مامادو سيدي بي، هذا اللي سجل هدف الفريق المغربي في لقاء الذهاب. كرة لصالح النجم الرياضي الساحلي، دياغو أكوستا تتفكلوا من الدفاع، نذكروا بالتوقيت 20 دقيقة في الفترة الثانية، يعني دقيقة 65 في المباراة، والنجم الساحلي متقدم بهدف أحمد العكيشي منذ دقيقة 50 بعد دخوله في الشوط الثاني. أحمد العكيشي مكان محمد دعويشي، اللاعب المنتدب من شبيبة القيروان في الميركاتو الشتوي. ترجع الكرة بمخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي، تتلعب الكرة من عمار جمل، ويتدخل محمد أمين بن عمر، ثم مروان تاج تتعدى الكرة لأحمد العكيشي، يحاول يتعدى لكن الدفاع قبل. تعود الكرة من جديد للنجم الرياضي الساحلي، دياغو أكوستا يلعب مع مروان تاج، ثم علي البريكي لمروان تاج، ترجع لي غازي عبد الرزاق، قلت علي البريكي، علي البريكي موجود في الجهة اليمنى، والجهة اليسرى يشغلها غازي عبد الرزاق. والتوسعة واختير الكرة وحب ياخذها من قصية عمر جمل، لكن الدفاع يدخل، ومحاولة الهجوم المعاكس والمخالفة واضحة للفريق المغربي. انذار ضد علي البريكي، انذار ضد علي البريكي، والمخالفة لنادي أولمبيك خريبكا. قصة طويلة بين النجم الساحلي والفرق المغربية في المواجهات الأفريقية، ثم قصة طويلة فيها 11 مباراة يتفوق فيها النجم 10 مرات على الفرق المغربية، 4 مرات ضد الجيش الملكي، 3 مرات ضد الرجاء، ومرتين ضد الوداد، ومرة ضد كوكب مراكش وحسنية أغادير.
ترجع الكرة لصالح نادي أولمبيك خريبكا. الحقيقة باش نصلح الأرقام، 21 مقابلة فيها 11 انتصار، 5 تعادلات و5 هزائم. هذه هي الحصيلة، حصيلة المواجهات، 21 مقابلة بالفعل، لأن المقابلات فيها الذهاب والإياب في الكؤوس الإفريقية. نصيب الأسد من الانتصارات عند النجم رضي السحلي، 11 انتصار، والكرة لصالح النجم. أبرز اللقاءات، البداية كانت سنة 1996 ضد كوكب مراكش في نهائي كأس الكاف، فوز النجم في سوسة 3-1، ولكن وقتها كانت هزيمة مرة في المغرب 2-0 وخسارة الكأس، رغم النتيجة اللي حققها النجم في سوسة. ثم سنة 97 ضد الجيش الملكي في نهائي كأس الكؤوس، فوز النجم في سوسة 2-0 وهزيمة في المغرب 1-0، والفوز بالكأس والكرة عند الفريق المغربي. تمشي الكرة من جواد اليميق، التوزيع، ثم غازي عبد الرزاق يرجع الكرة، تعود لصالح النجم رضي السحلي، يحاول يقدم الفريق المغربي. قلت ما عادش عنده ما يخسر في هذه المباراة، باعتبار النجم خذا هدف التفوق ليطمئن به أكثر، لكن مازال النجم مطالب على الأقل بتسجيل هدف آخر. والكرة تعود لصالح النجم رضي السحلي، تتلعب الكرة طويلة، ثم دياغو أكوستا يرجع بالكرة لغازي عبد الرزاق. غازي عبد الرزاق مازال محافظ على الكرة، حمزة الأحمر وممتازة جدا، والحارس يتصدى، الحارس يتصدى، ممتازة العملية من حمزة الأحمر، يعني جيز تكنيك وحركة فنية كبيرة من هذا اللاعب. أمامكم على الصورة، قلت يعني لاعب، شوفوا الإعادة، هاي الإعادة، غازي عبد الرزاق والكرة من حمزة الأحمر، التسديد باليسرى والحارس يتصدى، والركنية لصالح النجم رضي السحلي، تصدي ممتاز وعملية ممتازة من حمزة الأحمر، ولو أن الكرة ضربت في الرجل المدافعة وسيبها حمزة الأحمر على أساس أنه مش يدور الكرة، ينفذ الركنية الآن، والدفاع يرجع الكرة، الدفاع فرصة كبيرة تضيع على النجم رضي السحلي في 25 دقيقة لعب، يعني دقيقة 70 في المباراة، الهجوم المعاكس حذاري والمخالفة ضد فرانك كوم لنادي أولمبيك خريبكا. الأنذار ضد كاميروني النجم فرانك كوم، برشا أنذارات توزعت إلى حد الآن في هذه المباراة. النجم تعدى بجانب الهدف الثاني بعد تمريرة ممتازة من غازي عبد الرزاق، والبقية تسديدة قوية من حمزة الأحمر باليسرى يتصدى لها الحارس. ننتظر تنفيذ المخالفة لنادي أولمبيك خريبكا. تتنفذ المخالفة، ترجع الكرة إلى مكانها، ثم اللاعب إبراهيم لارجو والهجوم المعاكس، كرة من مروان تيج، أحمد العكيشي، أحمد العكيشي حاول الترويض، يتمكن يخرج كرة، ما فماش تسلل، علي البريقي، ممتازة العملية والدفاع، الدفاع يتدخل، الدفاع يخرج كرة إلى ركنية. النجم الساحلي يبدل السرعة الآن، يبدل السرعة وهذا هو المطلوب. شوفوا الكرة تعديت، ماهوش في موقع التسلل، علي البريقي كالعادة يخلط للخط النهائي للميدان، يحب يخرج كرة، والدفاع يتفطن المرة هذه، يخرج الكرة للركنية، إعادة من زوايا مختلفة. يمشي حمزة الأحمر لتنفيذ الركنية. ثلاثة غيابات مؤثرة بالنسبة لأولمبيك خريبكا، بلال مقري، يوسف الجمعاوي، وأمين تغزيوي. تتنفذ الركنية، تعود لحمزة الأحمر، يوزع، والرأسية جانبية، الرأسية جانبية من زياد بوغطاس المدافع،
رأسية بعد توسيعة من حمزة الأحمر. أمامكم زياد بوغطاس وهذه الإعادة. شوفوا تتعدى الكرة لبوغطاس، كان تليق يسدد بالراس والكرة تمر جانبية. ثم التغيير بالنسبة للنجم الساحلي درامي ميكايلو، هذا التغيير الثاني. مكان مروان تاج، درامي ميكايلو، هذا اللاعب اللي عاد الى حظيره النجم الرياضي الساحلي بعد تجربه في المستقبل الرياضي بالمرسى، يرجع النجم في الميركاتو الشتوي. لاعب عنده اضافه كبيره على مستوى الهجوم بسرعته وفنيته العاليه، والكره باش ترجع بمخالفه لمستيد للفريق المغربي. نذكر انه المدرب فوزي البنزرتي كانت عنده كذلك تجربه مغربيه مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي، والتجربه كانت من نوع خاص في كاس العالم للانديه، والفريق وصل الى الدور النهائي مع فوزي البنزرتي الرجاء البيضاوي، ولكنه انهزم امام فريق بايرن ميونخ الالماني. الهجوم يتواصل لفريق نادي اولمبيك خريبكا، والكره تعود في هجوم عكس للنجم الرياضي الساحلي. دياغو اكوستا، ثم غازي عبد الرزاق، حمزه الاحمر يرجع لعبد الرزاق، تخلط الكره لدياغو اكوستا، تسديد تضرب في الدفاع ترجع له، يبحث عن الثغره والمخالفة خطيرة للنجم الرياضي الساحلي. تسديدة أولى ترجع من الدفاع وبحث عن الثغرة في الثانية، لكنه تحصل على المخالفة. مخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي بعد ما أدركنا نصف ساعة في الفترة الثانية، يعني دقيقة 75 في المباراة. مخالفة خطيرة قلت للنجم الرياضي الساحلي. المتقدم في النتيجه بهدف مقابل صفر، هدف احمد العكيشي، لكن النجم كان بامكانه اضافه اهداف اخرى. بعد تالق الحارس البورقادي اللي رجع كره مخالفه من الحمزه الاحمر، ثم كذلك منذ قليل زياد بوغطاس رأسية جانبية، وننتظر المخالفة، وكذلك ما ننساوش تسديدة حمزة الأحمر بالرجل اليسرى بعد ما أخذ كرة من غازي عبد الرزاق، تصدى لها كيف كيف الحارس بورقادي. والمخالفة، حمزة الأحمر ينفذ تضرب في جدار الدفاع، ترجع الكرة في وسط الميدان، الهجوم المعاكس لأولمبيك خريبكا. ما زالت الكرة في الهجوم، دخلت إلى داخل منطقة الجزاء، وحب يلعب واحد اثنين اللاعب يوسف أوغادي، لكن الديفونس الدفاع عفوا متفطن بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. أحمد العكيشي تخرج كرة ضربة مرمى. العملية كانت من رشيد ديبركاني، اللاعب رقم 7 هو اللي قاد الهجوم ودخل داخل منطقة الجزاء. لعب مع يوسف عقادي. هي العملية الإعادة، حاب يرجع شوف، والدفاع كان متفطن من علي البريقي. هذه إعادة أمامكم للعملية الأخيرة للفريق المغربي نادي أولمبيك خريبكا. الكرة مش ترجع بضربة مرمى. على كل ثم رمي بعض المقذوفات على الملعب، والحركه نجم نقولوا زايده لانها ما تنفعش فريق النجم الرياضي الساحلي في شيء، بل بالعكس
ربما تعود يعني بالمضر على الفريق. الفريق متقدم في النتيجة وال الحظ الأوفر عند النجم الذي ساحلي الاقتلاع ورقة التأهل بعد مقتنص تعادل بتعمل فوز قلت في أغادير 1-1 ثم تسجيل هدف في هذه الفترة الثانية يعني أمن به نسبيا النتيجة. والكرة لصالح النجم الذي ساحلي بينما الفريق المغربي يعتبر نتيجة الذهاب إيجابية 1-1 أمام فريق في حجم النجم الذي ساحلي واللي يلعبها خارج قواعده بحكم أنه الملعب يخضع للإصلاحات وقتها. مازال كرة في مناطق النجم ترجع من غازي عبد الرزاق. التماس لصالح النجم الذي ساحلي دخلنا في الربع ساعة الأخير من هذه المباراة. كرة تتعدى من إبراهيم باكايوكو إلى الجهة اليسرى فما إبراهيم لارجو والراية ثم تسلل ضد مهاجم أولمبيك خريبكا. يحاول الفريق المغربي من حين لآخر يخلط لمناطق النجم الذي الساحلي هذا تشوف الفرصة هذه تقريبا من الأبرز والتمريرة الثانية ما تعدتش لرشيد تيبركانين هذا اللاعب اللي قلت متكون في أجاكس أمستردام الهولندي وعمل تجربة في بايرن ليفركوزن الألماني. كرة في مناطق الفريق المغربي التماس ما يخذاش إبراهيم لارجو إذا التماس لصالح النجم يتنفذ والكرة تخلط لحمزة الأحمر. حمزة الأحمر يخرج كرة والعكيشي ما خذاش الكرة حب ياخذها قدمية بطريقة بعض الأهداف اللي سجلها على طريقة بعض الأهداف لكن ما خذاش الكرة. العكيشي كان بالإمكان أحسن مما كان بكل صراحة حتى يطمئن نهائيا النجم على مصير المباراة لأنه كما قلت يحاول الفريق المغربي من حين لآخر يخلط لمناطق النجم الساحلي ويهدد بطبيعة دفاع النجم. والكرة تعود مرة أخرى محمد أمين بن عمر يلعب مع العكيشي يرجع له والدفاع يدخل متوسط الميدان إبراهيم باكايوكو والكرة من أسامة المسكوري. الهجوم يتواصل والحكم يقول ثم لمسة يد ضد اللاعب المغربي. ترجع الكرة إذن لصالح النجم الذي ساحلي الهجوم عند أحمد العكيشي. أحمد العكيشي يخرج كرة ممتازة حمزة الأحمر داخل منطقة الجزاء يعمل مراوغة يسدد والكرة تمر جانبية. الكرة تمر مرة أخرى تمر الكرة حمزة الأحمر عمل مراوغة. شوفوا الإعادة تمريرة ممتازة تخريج كرة من العكيشي لحمزة الأحمر يراوغ يصبح يعني المكان ماهوش جيد للتسديد ولكنه اختار يلعب الكرة تسديدة تمر جانبية. هذه المحاولة متاع العكيشي حب ياخذ الكرة بالقدم لكنها تعديت عليه. قلت سجل على هذه الطريقة أحمد العكيشي في مباريات سابقة عديد الفرص ضاعت بعد الهدف. بكل صراحة النجم أفضل في الشوط الثاني بعد خاصة دخول أحمد العكيشي إلى التشكيلة الأساسية. ترجع الكرة من جديد للفريق المغربي الكرة كانت من أسامة المسكوري متوسط الميدان تتعدى الرشيد يوسع والكرة تمر جانبية. العملية كانت كذلك من رشيد تيبركانين
ثم الكره الاخيره. شوفوا هاي الاعاده، يوزع عمار شمل يرجع الكره، ثم التسديده جانبيه من نجيب المعتلي. هذا اللاعب اللي دخل في الشوط الثاني نجيب المعتلي، ترجع الكره بضربه مرمى لصالح النجم الرياضي الساحلي. اللاعب درامي ميكايلو يحاول يخلط الكره لكن تخرج امامكم. درامي ميكايلو النجم الساحلي قام فقط بزوج تغييرات، بينما الفريق المغربي ثلاثه تغييرات كامله، زوج دفعه واحده، ثم يقحم اللاعب الثالث كريم الزواغي. كره في مناطق النجم الرياضي الساحلي، كادت تكون نتيجه اعرض من هذه بعد بعض الفرص اللي ذكرناها منذ قليل، خاصه عن طريق حمزه الاحمر، زياد بوغطاس، ثم منذ قليل احمد العكيشي، وكذلك تسديده حمزه الاحمر اللي تعديت جانبيه المخالفه للفريق المغربي. المخالفه يعلن عليها الحكم، كان قريب من العمليه لرشيد تيبركانين. هذا اللاعب اللي اعطاه حيويه، اللاعب رقم سبعه، شوفوا يعني لاعب قوي، عنده بنيه جسديه قويه وكذلك عنده فنيات. عنده يعني تكوين الفرق الاوروبيه. ما زالت تقريبا سبعه دقائق لنهايه المباراه مشاهدينا الكرام. فريق المغربي قلنا في وضعيه كارثيه، احتل المرتبه الاخيره مرتبه 16 برصيد 15 نقطه من 19 مباراه، فاز في ثلاثه تعادل في سته وانهزم في 10 مباريات في البطوله، سجل 14 وقبل 25 هدف. هذه وضعيته فريق المغربي. والمخالفة تتنفذ والحارس على مارتين، الحارس على مارتين يتصدى لكرة نجيب المعتني، اللاعب رقم 24 هو أمامكم، هو اللي سدد المخالفة، كانت اختيره على مارتين، يتصدى حارس النجم أيمن المثلوثي، والهجوم يعود للفريق المغربي. كرة طويلة في اتجاه اللاعب عثمان بني، ثم المعتني يرجع لعثمان بني، تتعدى الكرة ابراهيم باكايوكو، الهجوم للفريق المغربي، ثم التغطية الدفاعية من غازي عبد الرزاق. لا للمجازفة في مثل هذا التوقيت، خمسة دقائق على نهاية اللقاء، لا للمجازفة. التماس يلعب يوسف عقادي والكرة داخل منطقة الجزاء، والدفاع يدخل يحاول يفرض الضغط فريق أولمبيك خريبكا في مناطق النجم الرياضي الساحلي. فريق تقريبا كله صعد يعني ثم مخالفة لدفاع النجم الرياضي الساحلي، قلت يحاول يفرض الضغط فيما تبقى من هذه المباراة. ربما النتيجة يعني الحاسة إلى حد الآن تخلي الفريق يلعب، يحب يلعب الكرة، لأنه في صورة تسجيل هدف تصبح النتيجة متعادلة، وهذا ما لا نتمناه للنجم الرياضي الساحلي. هيك علاش كنا نحكيو على الهدف الثاني حتى نطمئن أكثر على مصير المقابلة. حمزة الأحمر يلعب مع علي البريكي، علي البريكي، أحمد العكيشي، العكيشي يخرج كرة وترامي ميكايلو، الهدف الثاني، درامي ميكايلو يقتل المباراة بلغة الكرة، الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي في الدقيقة 42، يعني دقيقة 87 في المباراة، الدقيقة 87 درامي ميكايلو يقتل المباراة، يسجل الهدف الثاني مهاجم النجم الساحلي اللاعب المالي درامي ميكايلو.
2 مقابل 0، وهذا هو الهدف اللي ينتظر ولا النجم الذي سيحل. يشوفوا الإعادة وشوفوا التوزيع عند أحمد العكيشي، كرة كانت من علي البريكي ممتازة ياسر في انطلاقة الهجمة لأحمد العكيشي باش نعطيه لكل ذي حق حقه. علي البريكي أعطى تمريرة ممتازة، العكيشي وزع وتراميمي كيلو موش قريب ياسر من المرمى، شوف ياخذ الكرة بالرأس وإغالة الحارس. شوفوا التوزيع عند العكيشي ودرايمي ميكايلو يغير اتجاه الكرة إلى المرمى، وفرحة كبيرة هنا في سوسة بعد الهدف الثاني وهدف الاطمئنان على مسيرة للمباراة بين فريق قلت يعيش يعني فترة كارثية وأزمة واضحة، وفريق إلى حد الآن يقدم في موسم ممتاز. النجم الذي الساحلي اللي يحتل المرتبة الثانية في البطولة برصيد 50 نقطة، وتنقص مباراة ضد مستقبل القصرين لحساب الجولة 20، يعني الفريق لعب 19 مباراة، فاز في 16 تعادل في 2 وانهزم في 1، فريق سجل 36 هدف وقبل 9 أهداف كأحسن خط دفاع وثالث خط هجوم بعد النادي الصفاقسي والترجي. هذه هي الوضعية في البطولة بالنسبة للنجم الساحلي المتقدم بهدفين مقابل 0، هدف من أحمد العكيشي وهدف من درامي ميكايلو في نهاية المباراة دقيقة 87. يعني قلت النجم كان يبحث عن هذا الهدف لأنه فريق خريبكا استغل التغييرات اللي قام بها المدرب كريم الزواغي وحب يضغط على النجم الساحلي. ثم أنذار ضد عمار الشمل، انذار اذا ضد عمار الشمل سيكون الانذار الثاني، وثم مخالفه لنادي اولمبيك خريبكا. على كل سنتثبت من الامر. لا، الانذار ضد المهاجم، يعني هاي الاعاده، هذه الاعاده امامكم. اللاعب عثمان بني كان هو في الهجوم، والانذار ضد لاعب نادي اولمبيك خريبكا. التغيير الثالث ايمن الترابلسي مكان دياغو دا سيلفا اكوستا. اذا هذا هو التغيير بالنسبه للثالث بالنسبه لفوزي البنزرتي بعد ما اطمئن على نتيجه المباراه. خرج مهاجم ودخل لاعب وسط ميدان. على كل المعذره لانه الحكم عند مرفع الانذار كان يظهر وكأنه في وجه عمار جمل، خاصة أنه بعض لاعبي أولمبيك خريبكا بقاو في مناطق النجم الساحلي. كنا نظن أنه المخالفة للفريق المغربي. على كل الأنذار لعثمان بني والمخالفة للنجم الساحلي والركنية. الآن انتهى التوقيت 90 دقيقة 4 دقائق كوقت مبدد. أمامكم على الصورة اللوحة الإلكترونية والركنيه لصالح اولمبيك خريبكا المغربي. تتنفذ الركنيه، تتعدى الكره، ثم باكايوكو، والركنيه كانت من رشيد تيبركانين. تبقى الكره لاولمبيك خريبكا. ايمن الترابلسي، ثم محمد امين بن عمر. الهجوم المعاكس نجم الذي سهلي احمد العكيشي. شوفوا القيمة الكبيرة لهذا اللاعب، يعني دخل في الشوط الثاني قلب المعطيات. أحمد العكيشي بكل صراحة سجل هدف ثم جاب الهدف الثاني، وكما قلت يعني حتى على مستوى الزملاء الصحفيين المغاربة، وبالمناسبة نقدم تحية لزميلي عزيز القبلاوي صحفي من الإذاعة المغربية. قلت حتى على مستوى الصحفيين الزملاء من المغاربة يعني عبروا عن دهشتهم عندما شافوا العكيشي موجود على بنك الاحتياط في الشوط الاول، لانه يعرفوا قيمه هذا المهاجم. والكره تعدى والدفاع يتدخل، الدفاع عمار شمل يبعد الكره. قلت احمد العكيشي قام بالواجب، سجل وجاب كره الهدف الثاني والتسديده قويه بعيده، وكان كذلك رزين على دفاع الفريق المغربي. هذا اللي ما شاهدناش في الشوط الاول، يعني النجم ما وجعش برشا في الهجوم، عطاه الامكانيه والفرصه
باش الفريق المغربي يكون انتشاره على الميدان جيد وبالطريقه اللي حبذها حتى على مستوى الهجومات، يعني كاد يسجل في الشوط الاول الفريق المغربي. وهذا الهدف الثاني امامكم اعاده، مشكورين الزملاء سمير العجيمي في الاخراج وكذلك الزملاء الفنيين المصورين كذلك اللي حاولوا يعطيونا كل كبيره وصغيره في هذه المباراه. كره ترجع الى التماس لصالح النجم الذي ساحلي. النجم رغم غياب حمدي نقيس، ايهاب المسكني وكذلك رامي البدوي اللي هو الاخر تعرض لاصابه صاحب الهدف في لقاء اغادير. صحيح ملاعبيه خلاوا مكانهم خاصه حمدي نقيز والمسكني على مستوى الهجومي، خاصه نعرفوا العمل الكبير اللي يقوم به حمدي نقيز على الجهه اليمين وكذلك اللمسات السحريه طيب المسكني على مستوى صنع اللعب. و لابد ان تهدأ الاعصاب في هذه المباراه، شوفوا يعني اعصاب متوتره وبعض المناوشات على مستوى الملعب تشاهدوا فيها على الصوره. يبقى في الاخير لقاء اشقاء وخيان بين التوانسه والمغاربه. بالطبيعه ماهوش اول لقاء، قلت يعني ثم مواجهات عديده دارت 21 لقاء في الذهاب والاياب مع فريق واحد هذا النجم الساحلي. خلي كان نشوفه مع الترجي ونادي الصفاقسي ونادي الافريقي، فالمقابلات يعني يكون عددها اكبر من هكا بكثير. ماهيش اول لقاء واخر لقاء يدور بين الفريقين. 21 لقاء النجم الساحلي امام فرق مغربيه. ذكرت بعض اللقاءات كذلك 1998 كاس السوبر في المغرب وفوز النجم بالكاس الممتازه بضربات الجزاء بعد تعادل 2-2. 99 ضد الوداد في نهائي الكاف، فوز النجم في سوسه وهزيمه في المغرب 2-1 والفوز بالكاس. امامكم كنتوا تشاهدوا في العلم الوطني كذلك علم المغرب والاتحاد الافريقي. هذه العمليه بتاع الهدف الثاني، شوفوا التمريره الممتازه اللي قلت عليها تاع اللاعب علي البريكي، ثم العمل اللي قام به احمد العكيشي وهدف التعادل. الهدف الثاني عفوا، قلت هدف التعادل لاني كنت منذ قليل نحكي على هدف التعادل نتاع البدوي، رامي البدوي في المغرب. الهدف الثاني للنجم الذي ساحلي بالطبيعه، وهذا هجوم للفريق المغربي. ما زالت الكره لفريق اولمبيك خريبكا. محمد امين بن عمر، كره ترجع للنجم الذي ساحلي. المخالفه للنجم الذي ساحلي على كل كره ترجع مره اخرى للنجم الذي ساحلي. وفي هذه الاونه بالضبط الحكم